يقول السائل عبد الله عسيري: كيف أرد المظالم إلى أهلها وأنا لم أستطع أن أردها؟ إذا لم أستطع أن أردها، هل أتصدق بنية رد هذه المظالم؟ إذا كنت تعرف أهلها تستطيع إيصالها لهم، فلا بد أن تردها عليهم، ولا تتصدق بها إلا بإذنهم إذا أذنوا لك. أما إذا لم تعرفهم وانقطع خبرهم ولا تدري أين هم، تعذر إنك توصلها إليهم، تصدق بها على نية إن الأجر لهم. نعم.